توفيت الزميلة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم التي تعد من أشهر مذيعات الأخبار في العالم العربي عن 52 عاماً. ونعت قناة العربية والعربية الحدث في بيان الزميلة نجوى التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي. بعد مسيرة إعلامية امتدت لأكثر من 30 عاماً، وبعد أن هنأت متابعيها على موقع تويتر بالعام الجديد متمنية الخير للبنان والعالم، غادرتنا الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم عن عمر ناهز 52 عاماً إثر نوبة قلبية. نجوى قاسم التي قدمت حتى يوم رحيلها برنامج حدث اليوم على قناة الحدث، عملت لأكثر من 11 عاماً في قناة المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية مع انطلاقتها عام 2003. نجوى قاسم في ميادين الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان كانت صحفية ومراسلة وناقلة للحدث دون أن تفقد مهنيتها وإنسانيتها. ونستذكر من مسيرتها تغطيتها لفترة ما بعد الحرب في العاصمة العراقية بغداد، فقد كان لها حينها نصيب يسير منها. جرحت جرحا طفيفا بيدها إثر تفجير أصاب مكتب العربية وأدى إلى مقتل 5 من العاملين فيه وجرح 15 آخرون. وعند وقوع الانفجار وأثناء محاولتها الخروج شاهدت عددا من زملائها جرحى، فهرعت مع الباقين إلى الشارع من أجل إيقاف السيارات لنقل الجرحى إلى المستشفيات. وجوه زملائها القتلى لم تفارقها لسنوات عدة كما أكدت في أكثر من مناسبة. وكان للراحلة نصيبها من الجوائز والتكريمات، فقد حصلت عام 2006 على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت، وفي عام 2011 تم اختيارها من بين أقوى 100 سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس، وحصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة ميشي دياق للإبداع التلفزيوني، إضافة إلى غيرها من التكريمات التي لم تقتصر على المحافل الرسمية. فقد عرفها الجمهور متفائلة وشجاعة، فكسبت حبه بمهنيتها واحترافيتها وإنسانيتها. في طرابلس حملوني أماني أنه على الهواء أن أرسل إليك تحية، كما أنه في زحل الآن. بعت لي إياها على التليفون يا محمود. حلفوني. رصيدها الناجح بات أرشيفاً لاسم ترك بصمة في عالم الإعلام. جوهرة الإعلام نجوى قاسم اسم سيبقى محفوراً في ذاكرة الأجيال، وإنجازاتها ستبقى خالدة في تاريخ الإعلام العربي. ماريا شربل، MBC. زميلتنا ماريا شربل قامت بزيارة لغرفة الأخبار في قناتي العربية والعربية الحدث، حيث أحدثت وفاة زميلة نجوى قاسم صدمة كبيرة، وأنعاها زملاؤها بعبارات الحزن والمؤاساة. نجوى قاسم كانت صحفية تنقل هموم الناس وليست قارئة للأخبار اليومية. كانت صحفية تعيش أزمات البلدان بكل الوجدان وبكل الشعور. لم نشعر يوما أن نجوى هي مجرد مذيعة أخبار، كانت نموذج إعلامي مختلف تماما. نجوى أسطورة صراحة في رحلتها الطويلة عبر شاشتي العربية والحدث. المنطلق العربية في 2003 عرفت نجوى من هذيك الفترة، كانت مثال للصحفية الملتزمة بالمهنة بكل ما تعني الكلمة من معنى. عم نفتقد نجوى، حنفتقدها كثير، ومنعزي أهل نجوى ومنعزي أنفسنا كمان برحيلها، وحيكون هناك في نوع من الصعوبة نتعود على الشاشة بدون ما نشوف نجوى إحنا والمشاهدين. فجأنا كثير وزعلنا كثير، ونجوى رح تضل بقلوبنا، ونجوى علمتنا كثير قصص، وفقدنا نحن مش بس بالعربية وبالحدث، كل العالم العربي فقد أيقونة ومدرسة بالقطاع الإعلامي، شخص يعني شو بدنا نحكي عنه، رح نشتاق له كثير، والله يصبر أهله. مصاب كبير، مصاب جلل، لأنه مش عارف، أنا من وقت ما أنا سمعت الخبر وأنا فعلا متأثر، لأنه نجوى
أكثر من مجرد اسم. نجوى ألهمت كل أحد حب يشتغل في الإعلام، فرحيلها بهذا الشكل المفاجئ، الحمد لله أنه كانت بين عائلتها، وخبر وفاتها يعني جمع الناس مرة جديدة. حقيقة خبر رحيل نجوى قاسم يمكن أسوأ خبر قرأته في حياتي، كونه يعني أنا قبل ما أبدأ في الإعلام كنت أحبها لإنسانة وأحترمها، ويمكن هي عملت شغلة معايا أنا ما بنساها. أول ما جيتها عربية كنت لسه جديد، وكان في اجتماع للصحفيين وعم بياخذوا صور، فأصرت تناديني أخذ صورة. يا زميلة الراحلة الكبيرة نجوى قاسم، ونتمنى الصبر والسلوان لعائلتها. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية التاسعة لهذه الليلة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.